مرحبا بكم مناس بالخير لكل مشاهدينا ومستمعينا في الاذاعات الجهويه الشريكه في البث الموحد مع قناه نسمه. انا اليوم كما قاعدين تشوفوا فيا ما زلت متواجده امام مجلس نواب الشعب، لانه كالعاده منال اللجان التشريعيه تكون من المفروض انها تنطلق التسعه نتاع الصباح، لكن كالعاده التاخير هذا نتاع انطلاق الجلسات تعودنا به، لذلك نقول لكم انه الجلسات اللجان التشريعيه ما زالت ما انطلقتش الى حد الان، لكن نفكركم انه اليوم كان من المفروض انه يتواصل اليوم الثاني من الجلسه العامه اللي كان مزمع عقدها البارحه للمصادقه على القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحمايه المبلغين عنه، لكن كما سبق وقلت لكم انه الجلسه العامه هذه تم تاجيلها بطلب من الحكومه. كنا رصدنا لكم استياء النواب من التاجيل هذايا، خاصه انه التعله اللي قدمتها الحكومه بسفر وزير الحوكمه والوظيفه العموميه عبيد البريكي هو سبب وراء تأجيل الجلسة هذه. النواب اعتبروا أنه هذا غير مقبول ومرفوض، لأنه قانون بالأهمية هذه كان من المفروض أنه الحكومة تسرع في المصادقة عليه، فما نواب أخرين مشاو لأنه مجلس نواب الشعب أو رئيس مجلس نواب الشعب هو السبب وراء هذا التأخير لعدم قدرته على التنظيم والتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لذلك تم تأجيل الجلسة هذه. واليوم تم برمجة لجان تشريعية عوض عن الجلسه العامه. بالنسبه للجان التشريعيه هذه اليوم نلقاو لجنه الماليه باش تجتمع للمصادقه على جمله من مشاريع القوانين اللي قدمتها الحكومه ونمدوكم بها لاحقا، ايضا لجنه النظام الداخلي والحصانه والقوانين البرلمانيه والقوانين الانتخابيه اليوم باش تعقد اجتماع للنظر في المبادره التشريعيه اللي تقدموا بها عدد من النواب والمتعلقه بتنظيم لجان التحقيق البرلمانيه. كما نعرفوا منى انه لجان التحقيق البرلمانيه في مجلس نواب الشعب تلقى في صعوبات نوعا ما، سواء في الاجتماعات او في طريقه عملها هي غير منظمه الى حد الان. اخيرا تمت المصادقه على لجنه التحقيق البرلمانيه المتعلقه بالتحقيق في شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيرهم الى بؤر التوتر، الى حد الان يعني مرت ثلاث اسابيع ربما على المصادقة على لجنة التحقيق هذه، لكن إلى حد الآن اللجنة ما انطلقتش في العمل، لم يتم حتى الإعلان على أسماء أعضاء اللجنة هذه، لأنه الأمر هذا غير منظم في مجلس نواب الشعب. لذلك اللجنة اليوم لجنة النظام الداخلي باش تحاول أنها تبلور الأمور هذه في المبادرة التشريعية اللي تقدموا بها النواب لتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية وإعطائها أكثر نجاعة وأكثر فاعلية. أيضا لجنة شؤون تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم باش تعقد اجتماع للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بأحكام الأوسمة، مجلة أحكام الأوسمة ومنح وسام الوفاء والتضحية للعدد من الأشخاص اللي كانوا ساهموا في الأحداث الأخيرة، أحداث بن قردان. والأوسمة هذه تقدم المشروع هذه تقدمت به الحكومة وطالبت بالتسريع في المصادقة عليه، لأنه باش يتم عمل قريب احياء ذكرى هذه ذكرى احداث بن قردان ومنح مجموعه من الاوسمه لكل من ساهم سواء اشخاص مدنيين او عسكريين او امنيين، كل من ساهم في مكافحه الارهاب خلال الاحداث هذه. لويس الاوسمه هذه باش يتم منحها من قبل رئيس الجمهوريه باقتراح من رئيس الحكومه يوسف الشاهد. هذا شنو عنا اليوم مباشره من مجلس نواب الشعب جديد نقدمه لكم في مصادقة صفحات إخبارية لاحقة.